بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تھوڑا پرا محمد عثمان امید کرتا کہ سر پرا ٹھیک ہوں گے لو جی آج میں آیا ہوں بتالی اپنے پنڈ چ تو دیکھ لو اپنا پرا نبینا تھوڑا جہا تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اج تو میرا کوئی ولوگ نہیں گا تو جڑا نا جی ان کی صورت سنائے گا مزبانی نبینا وا تو تھوڑا بہت دستا حفظ قرآن کر رہا وا تو ان صورت سنیا جی مزہ آیا تو سارے چینل نا سبسکرائب کر دیا جی ہوں ان کو صورت سنتے ہیں جی صورت اچھی لگے تے پیاری لگے تے سارے چینل نو سبسکرائب کر دے شاہ سنایا اس سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما رعوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذلني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. لو جی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز تے ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کیتی قرآن پاک دی تلاوت کیتی جی اگر کسی بھائی نو اچھی لگی ہوئے گی پسند آئی ہوگی تے سارے چینل نو سبسکرائب کر دے تے جے کوئی مدد کرنا چاہندا تے میرا ہے نا چینل دے بایو چ ہے نا واٹس ایپ نمبر لگیا ہویا تے رابطہ کر سکدا وا تے جڑا نا اے ہے بھی نبینے ماشاءاللہ قرآن ہی حفظ کر رہے نے کنے سپارے ہو گیا 10 10 سپارے ماشاءاللہ انہاں دے ہو گئے آ تے امید کردا ہاں کہ ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک کر دینا ساڈے چینل نو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ بائے